برشلونه. وضعيه مناسبه والسانحه للتسديده. حطها. هي. اجلد. يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة سهر الليل يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة يا ابو تلاتة. اهدى 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 الحين بيجيك التعادل وقدم الغشيم والحق اركد في ديتك افتح خانة ادري عليك حلو هذا الاول هذا الاول هذا اوف ايش شوف ام ذا طفى دقائق اصلح لك هو ايه تعال تعال خلنا اروح اجيب كهربائي زبطه والله عيب عليك انا موجود تقول لي كهربائي لا تهايب لا تهايب تفهم ولا ما تفهم بالله وقف خلينا نشوف فلسفته بالله شوف هيا خليك الفيش مشبوك يا عيال بس ما في كهرباء يا شوف ايش لا تلعب في شيء ما تعرف له يا ابن الحلال خليه يتفلسف كيفك افا يا عيال سهاله هذه عندي في البيت كانت البطايه ذيك راسين عرفتها اذا حطيت لسانك ولسعت اعرف ان الشغل شغال واذا حطيت لسانك ما اشتغلت اعرف انها خربانه شكش شكش ولد شكش فيك شيء دق دق على المستشفى دق بسرعه بسرعه يكون جاء شيء يا ولد شكش كم رقمه دق يا اخوي بسرعه 996 بسرعه اخلص بسم الله عليك بسم الله عليك شاك ما فيك شيء خلاص خلاص ما في شيء طبيعي سم بالله سم بالله هذا انهيار سيب سيب فكني ما فيني شيء يلا نضرب كل حاجة سلامتك يلا على خير أبوك يسبك ايش فيه؟ ما في إلا العافية مش بس شكش جابك هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة أمام جنب أمام تحت شكش لا كنت جاي تسأل عن أحد من قرايبك هنا لا وين جاي أسأل عن أحد أنا هذه ومدرستي شكش أنت رجال كبير في المرحلة الثانوية فصار أجرس مدرستي يا بكاش فلسطين تعال نبي ناخذ اليوم مراجعه عامه يا شباب في الجغرافيا شغلات اساسيه شكش عدد لي الفصول الاربعه سهله الشتاء والصيف وربيع الاول وشوال انت اجلس مكانك ايش استهبل يا محمد يا صديق صديق ايوه ايوه ايش المشكله سلام عليك سلام ايش هذا عندك علوم قبائل ايش هذا ايش تسوي حركات هذا خلي حركات فين الاحذيه ايش هذا احذيه هنا تلبس في الرجل حذاء انت مخ ما في انت ما في شوف هذا كله سوبر ماركت انت يبقى احذيه روح بطها ايه ما تعرف تحط انت في خشمك ايش يبقى انت؟ احذية فيه ولا ما يبي؟ ما في هذا ما في هذا سوبر ماركت انت مخ ما في انت انت ايش فطور اليوم؟ في شبايش؟ ايش هذا شبايش؟ هذا كله شبايش احذية سوا سوا ابن مريم انت كنت متعقد غسلت يدي انا الاول صديق الو ايوه عامر اركض بنيتك هلا شكرش وينك فيه؟ علشان بمرك ونطلع للعيال شارع 40 شوف شارع 40 تخش من عنده يجيك مديور الدائري ذاك ايوه تمشي تمشي يجيك مطبات عدي المطبات قبل اخش يمين شوف كمان يمين يجيك لوحه كده حمرا اسمه ابو زكريا ما ادري الخياط حاجه زي كده يا ابوي لحست مخي انت اقول ارجع كعابي ارجع كعابي يا ابو الاحسن يلا
ارجع كعابي. يلا مع السلامه انقلع كعابي. يلا حيا عسل. الله يحييك. انا يا اخي بدك تكفل معي من شكوش الايام. ليش يا اخي؟ انسان غبي وغباء ترى مو طبيعي. تقولها صادق يا اخي، فعلا لاحظت ان غباء زاد بشكل مو طبيعي. بس لازم نوقف مع خوينا. شو نسوي؟ والله ما ادري. تعال ايش شيك شيك. انا ساهر، جيب البتاع. اديني باخذ لفه ابدا. تعرف لا؟ طيب علمك. انزل. اكيد ابوي انزل. طيب طيب خلاص خلاص. طيب يلا اخي اخذها ترفيع الحين. انتبه. طيب يلا وصل برت عمي. يا ولد تعرف لا انت؟ اه علمنا. انا ما علمنا. أوريك باخذ لفة ثانية. يلا يلا. شكرا خرقانة. تروشت وبروح المدرسة. مدرسة؟ احنا في الليل وفي احد تروش بملابسه يا ابلك. اجي دكتور نجيب، متخصص لزراعة خلايا المخ التالفة للذين يعانون من الغباء المزمن. الحل عندنا، نزرع لك خلايا مخ إنسان ذكي وعبقري في راسك، يتحول بعدها إلى إنسان ناجح في مجتمعك. للتواصل معنا اتصلوا على رقمنا الموجود بالإعلان أسفل الشاشة. دزينا شكوش. دزينا. هذا هو يا دكتور، هذا هو خوينا اللي مخه يحتاج تنظيف. أريد أن أسألك سؤالا بسيطا جدا في الرياضيات. كم ناتج جمع 2 + 2؟ 52. هلا لا يا إلهي، ما هذا الغباء؟ ها يا دكتور، ايش رأيك في الرجال؟ يحتاج إلى تغيير جزء كبير في خلايا المخ لديه، لأن نسبة الغباء عالية جدا، ولكن سوف أعمل له العملية مجانا، وسوف نأخذ منكم بعض المصاريف البسيطة. طيب، يعني كم تكلف تقريبا؟ فقط 26,000 دولار. أوف، 26,000 دولار؟ إدي يعني 100,000 ريال. والله ما يستاهل هذا. يمكنني أن أعمل لكم العملية بنصف المبلغ المطلوب، بشرط تأتون لي أنتم بالمتبرع، وقبل اختيار المتبرع اعملوا له اختبار ذكاء. أبشر بعزك يا دكتور، مالك إلا اللي يجيب لك أحلى مخ. إلى اللقاء. ما ينفع كذا. صفوا طابور زي البنك. يلا. طيب أنا ذكي بالحلال. ذكي الحين نختبرك نشوف ذكي ولا غبي. أنتوا صقعات بريد. يلا ارجع ورا 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 ورا. طابور نظامي طابور نظامي. أنت تدخل يمين تدخل يمين. ورا ورا ارجع 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 ارجع. ارجع إيه. خلوكم صف واحد. رجع 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 ورا انتو مكان. ايوه ارجع. حلو النظام يا عيال. يلا اول واحد. انا كفتة ابو الكفاتي. معروف يا كفتة. طيب خذ السؤال هذا عندك. اذا اعطاك واحد برتقالة
وش تقول له؟ أقول له قشرها. قشر وراسك بكريك يا ورع، أنت بيلك ترهيم مخ. يلا اللي بعده، شو اسمك؟ ربش. معروف أبو الربش بيربشنا بإجابته. أتحداها إذا ما جاوب صح. طيب السؤال يقول، وش فايدة إذنك؟ علق على النظارة. علقوك فوق لمبة يا الفار، انقلع. نظارة اللي بعده. خذ السؤال هذا عندك. طيارة متعلقة في الجو، قالوا بنتخلص من الأكثر وزناً وأقل ضرراً، من ضمن الركاب ثلاجة وزنها 150 وحرمة حامل وزنها 100، وش تخلصوا منه؟ يا رجل يعني واضحة أكيد إنها ثلاجة. كبير كبير يا بطل، كبير كبير، هذا هو، لقيناه، هذا هو. لا لا أصبر، خل نتأكد، لا تستعجل، الأمور هذه ما يبيلها عجلة. اسمع، في واحد يمشي في البر أوكي وعطشان وما معه موية، فجأة فطس، ليه؟ يا رجل يا رجل واضحة أكيد إن الثلاجة طاحت عليه. طيحوا عليك تريلة يا التفخ، انقلع. وش فيك؟ قول انقلع انقلع. سب اللي بعده. اختبرنا يا دكتور كل عيال الحارة وطلعوا كلهم سبك، يعني أغبية. المهم المتبرع يبي لك أنت تدبرة. أوكي، اعملوا لي شكوش فيزا عن طريق سفارتنا القديمة، والمبلغ يجب أن يكون في حسابي خلال 10 أيام، وسوف يتواجد عندي فقط ليومان ويعود إليكم سالما. إلى اللقاء. مع السلامة. جود باي. أتحداك يا كبير يا دكتور. 10 أيام وين ندبر المبلغ؟ ما عليك زهلها يا شنب، خلى علي. بيض الله وجيكم، كثر الله خيركم، الله يشفيه إن شاء الله ويكتب لكم ميزان حسناتكم الأجر والثواب. وهذه مني 218. كفو يا كفتة كفو، بعت كل حمام. ما قصرت. اللي بعده. هذا السكوتر حق أخوي الصغير، عاد الجروب، خذ الدراهم لكم وبعدين رجعوا. الله يعطيك العافية، ما قصرت. وأنا طال عمرك هذه 500، هذه عني وعن والدي وعن كل المسلمين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذا شيك ب50,000 ريال، والله يشفيه إن شاء الله. كم؟ 50,000 ريال يستاهلوا. بيض الله وجهك. الله يعزك، الله يعزك. سلفي سلفي 50,000 كاش. هلا والله، هذا الشيخ اللي تبرع ب50,000 ريال. أتحداك يا كبير. تسلم. أبشرك بالسناب. يلا الله يستر عليك. كفو يا الشيخ، كفو يا الشيخ. السلام عليكم يا ولادي، هذه المرقيقة بيعوها في الثمامة عند الدوار وخذ فلوسها لكم، وإن شاء الله أنها بتساعدكم وتعينكم. الله يجزاك خير يا خالة، ما قصرتي. 19,600 و700 و800 و920,000 دولار. يا عيال هذه 20,000 دولار، باقي 7,000 وندزها للدكتور. أقول له ولا يدبلها لكم؟ قال ايش يدبلها؟ وين يا ابوي تلعب كورة أنت؟ شوف يا ابوي، إذا دبلتها لك منها 30,000 دولار. يلا هاتم فلوس. إيه وش اللي هاتم فلوس؟ فوضى هي فوضى، نروح معك حنا. ما عندي مشكلة. يلا يا عيال هيا هيا تعالوا. وش ذا المكان الغريب يا كوبتر؟ أقول لك بدون أسئلة ولا قافة لو سمحت. طيب يلا ورنا ورنا خلاص. هيا هيا تعالوا. ادخل يا كوبتر، ادخل يا عامر، ادخل يا ياسر. شكلك كابتن كبرى يا كابتن. اقول لك هذا اللي بيحل لك موضوعك. هذا شوف لا تكثر اسئله. اقول لك جبنا لك 20,000 دولار، نبغاك تدبله. بالدولار؟ اعطني الفلوس بشكل سريع لا اضعها على الجمر وسوف ترون النتيجة. اعطني الفلوس بسرعة. ايه
شباب فلوس قاعدة تحترق. أقول لك أنت متى ويا لا يحرقكم. ها لا تحرك تياب. منك بعد مراقبة طويلة للساحر تم القبض عليه وجرينا معاه التحقيقات الملازمة واتضح لنا انكم ناس مخدوعين زيكم زي كثير غيركم. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. عموماً هذه فلوسكم وتقدرون تأخذونها وتوكلون على الله. إجي الله يشفيك. خذوا فلوسكم وتوكل على الله. يا ولد ما بقل 10,000 دولار. الله لا يوفقك يا كفتة. إجي شفيك ما عليك مني يا رجال منحوس ده. طيب وش بنسوي الحين؟ أهم شيء نروح للسفارة ونطلع الفيزا لشكش والفلوس تتدبر. إجي السلام عليكم. إجي معليش خوينا على قلصه لا تدقق عليه. كيف أخدمكم؟ نبي تأشيرة لخوينا شكش ومستعجلين عليها. نحتاج جواز سفر للمسافر ونحتاج تقرير من الأدلة الجنائية ونحتاج شهادة فحص طبي ونحتاج شهادة من العمدة مع شهادة المؤهل الدراسي وشهادة حسن السير والسلوك. يا ابوي انت وش اقصد يعني خوينا محتاج عملية بعد يومين. شوف وضعه سيء يا اخوي. ممكن اتغاضى عن جميع طلبات التأشيرة بشرط. شرط؟ تامر امر وش تبي بس؟ اعطوني 5,000 ريال واسلمكم التأشيرة الليل. رشوة؟ ابشر بعزك. اطلق يا دكتور ابشرك التأشيرة طلعت بس ترى في ظروف كذا صعبة صارت لنا. بعد ما طلعنا التأشيرة والفحص الطبي المصاريف كذا كثرت وتجحلطنا شوي وانزرفنا. المهم 9,000 دولار تمشي. أتكفى يا دكتور عاد سوينا خصم شوي. خوينا والله شوف وضعه بدأ يدهور. داخل محل بريالين أنت ترجع؟ لا 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 حب خشمة بعد حب خشمة. كيف يبي يوافق ولا دورنا غيره؟ 9,000 دولار تمشي. لكن سيكون ذكاء الشخص المتبرع على حسب المبلغ المدفوع والعملية سوف تكون بعد 3 أيام وأنا بانتظار المريض. أركد فديتك يا الدكتور البطل. ما دق ابن حلال ما دق. هذا هو النشبه. هلا دكتور. نجحت نجحت. حياكم الله يا شباب على عشاء اخونا شكش بعد رحلة العلاج ونجاح العملية. هذا مو بحقك ولا هو بواجبك لكن الجود من الموجود. تفضلوا سم بالله سم بالله يا شكش. بسم الله. يا عمو وديني عند العيال بالعارة وبشرك لدينا زبون جديد.